للحديث عن ازدواجية المعايير التي تحدثنا عنها في البداية على منصات التواصل الاجتماعي ينضم إلينا عبر سكايب من عمان الخبير التقني محمد مقدادي. صباح الخير محمد وأهلا بك معنا في صباح المملكة. صباح الورد والياسمين، أهلا وميت سهلا. يسعد صباحك. بداية لنتحدث، كيف يمكن تصنيف منصات التواصل الاجتماعي من ناحية الحيادية عليها؟ نعم، طبعا اليوم لما نيجي نحكي عن مواقع التواصل الاجتماعي من ناحية الحيادية فبرأيي هي غير موجودة، لأنه اليوم خصوصا في الأحداث الأخيرة اللي شفناها في أوكرانيا اليوم عم نلاقي منصات التواصل الاجتماعي عم تتعاملوا بشكل مختلف مع الطريقة اللي راح نحكي فيها. محمد هل تسمعني؟ ربما حدث خطأ في الاتصال مع محمد، هذا يدل على حيادية منصات التواصل الاجتماعي أحيانا عند المقابلات واللقاءات. محمد هل أنت معنا وتسمعني الآن؟ نعم، ربما سنعود إلى محمد مرة أخرى للحديث أكثر عن هذا الموضوع لكن في وقت لاحق. ربما عاد إلينا. محمد رجعت لنا ولا شو وضعك؟ موجود. نعم هذا دليل على حيادية منصات التواصل الاجتماعي، قطع الاتصال في بداية المقابلة. تحدثت عن عدم حيادية أنت في منصات التواصل الاجتماعي وملايين المستخدمين يقومون باستخدام هذه الشبكات يوميا لنشر الأخبار، ما أثر عدم حيادية هذه المنصات؟ نعم، اليوم كثير من الناس عم نحكيها بصراحة، اليوم في كثير من الناس بيبطلوا يستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي وعم يحاولوا يلاقوا شيء جديد. وشفنا هذا الشيء صراحة حتى مثلا مع واتساب، مع انها مش من مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن شفنا مع واتساب لما اعترضوا على الناس على الخصوصية راحوا انتقلوا لتطبيقات زي سيجنال وتليجرام. فعادي طبيعي جدا انه الناس بيوم من الايام يجوا ينتقلوا من فيسبوك لمنصة ثانية اذا بيكون في شيء جديد. واليوم على سبيل المثال دونالد ترامب اطلق له منصة اسمها تروث، وكثير من الامريكان راحوا مسكوا الفيسبوك ذكروه راحوا انتقلوا على تروث لحتى يقدروا يعرفوا الاخبار اللي بيحكي عنها ترامب. وما ننكر اليوم انه كثير في ناس من اللي بتشجع ترامب بتشجع التوجهات اللي قاعد بيقدمها على السوشيال ميديا مثلا. فهل صار من انه الواحد لازم يحتاج سوشيال ميديا بلاتفورم جديد لحتى يحكي رايه؟ نعم، هون محمد يعني ربما سأتوقف عند هذه النقطة تحديدا بالحديث عن هذا الموضوع. يعني ربما السياسة تدفع عدد من المستخدمين للتخلي عن بعض التطبيقات أحيانا، وتابعنا خلال الفترة الماضية كما تحدثت خاصة في الحرب الروسية الأوكرانية وجود منصات جديدة روسية انتقل إليها عدد من المستخدمين اللي اشتكوا أيضا من أنه إنستغرام كان يشكل دخل لهم أحيانا والآن سينتقلون إلى منصة أخرى. هل بالفعل من وجهة نظرك كخبير تقني نحتاج لمنصات خاصة لإيصال أصواتنا والتعبير عن رأينا على منصات التواصل الاجتماعي؟ سؤال جدا رائع أنس. أنا برأيي نعم، لأنه إحنا اليوم لما بنحكي عن منصات التواصل الاجتماعي عم نحكي عن أداة ممكن تستخدم في الحروب. يعني أنت بإمكانك تغير توجهات شعوب، بإمكانك تتحكم بآراء أجيال، تتحكم بالطريقة اللي عم يفكروا فيها، تكبر هدول الأجيال بطريقة حسب مصلحتك. فإحنا اليوم عم نحكي عن ديجيتال دبلوماسي اللي هي الدبلوماسية الرقمية. احنا عم نحكي عن اشي ممكن يغير. تخيل انه انا احكي للولاد الصغار كيف لما تكبروا راح تكونوا، اجي احكي لهم اعلمهم من منصات تعليم. فتخيل لاي درجة ممكن يكون هو اشي منيح ولاي درجة ممكن يكون نعمة او نقمة. فانا اجي احكي لشبابنا اليوم اغير توجههم بالشكل الصحيح او اجي اتحكم بهاي التوجه واستخدمه كغسيل للعقول. نعم محمد، تحدثت عن مصطلح مهم جدا وهو مصطلح الدبلوماسية الرقمية، وهذا مصطلح انتشر في الآونة الأخيرة لنعرف الناس أكثر بمفهوم الدبلوماسية الرقمية. نعم طبعا، هو باختصار أنك أنت تقدر تتحكم بالشعوب. يعني أنا اليوم على سبيل المثال بقدر أني أعمل شيء اسمه social engineering واللي هي الهندسة الاجتماعية. الهندسة الاجتماعية هي تقدر زي to brain hack، تخترق عقول الناس لحتى تزرع فيهم فكرة معينة. وهذا الإشي اللي فعليا اليوم بصير. أنت لما كان في أمريكا في العهد دونالد ترامب خصوصا في الانتخابات الأخيرة شفنا أنه كان في حرب أهلية راح تصير لولا حرب الفيسبوك والتليجرام والتويتر، سوري تويتر وفيسبوك قاموا بحظر دونالد ترامب. فكان دونالد ترامب يحاول تجيش الناس من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. وتخيل انه البوستس اليوم انا بقدر اتحكم بوصول البوست لناس معينين ولناس معينين لا، فبقدر اتحكم بطريقه تفكيرهم.
يعني بالفعل هي الإعلانات الموجهة الآن تجلب المواضيع والأخبار الأشخاص اللي بيهتموا فيها تحديدا. كمان بدي أسألك من وجهة نظرك، لاحظت أنت عدد كبير من المستخدمين أيضا انتقلوا إلى منصة أتروث الذي قام بإنشائها دونالد ترامب الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، هل هذه النسبة وما بالتحديد التقديرات للمستخدمين الذين بدأوا باستخدام هذه المنصة الجديدة، هل نتحدث عن رقم كبير؟ نعم طبعا، هي اول شيء انفتحت لعدد كثير قليل، كان هو بيتا فيرجن اللي هي نسخه تجريبيه فقط. هلا المفروض انه في الربع الاول من هاي السنه حسب الشيء اللي صار مع تروث، لدرجه انه صاروا يحكوا للناس انت استنوا على الويتنج ليست، يعني قد ما الناس صارت تحاول تدخل على تروث. دونالد ترامب هو من الناس اللي له في كثير مشجعين، كثير في ناس عم تدعم الفكر اللي عم يحاول يوصله على السوشيال ميديا، وخصوصا اللي له علاقة بأنه أمريكا to be great again، هذا هو شعاره. فاليوم حتى من ناحية تروث أنس مش ملاحقين قد في عليه طلبات. نعم، يعني محمد مقدادي بدنا نتمنى أنه يكون هناك في وعي أكثر باستخدام منصات التواصل الاجتماعي وأيضا التطبيقات تأخذ بعض الإجراءات بخصوص موضوع الحيادية. محمد مقدادي الخبير التقني كنت معنا عبر سكايب من عمان، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات.